أرحب بالصديقة العزيزة معالي وزيرة خارجية جمهورية فرنسا في أول زيارة لها إلى القاهرة منذ تولي منصبها. رغم ذلك فمنذ أن تولت منصبها ونحن نتواصل بشكل مستمر وكثيف خلال لقاءاتنا على هامش كثير من الفعاليات أو تواجدنا في باريس في مرافقة فخامة الرئيس، ونشأت فيما بيننا علاقة عمل وعلاقة شخصية أعتز بها كثيرا، وأتمنى لها كل إقامة موفقة ومريحة في القاهرة، وإن كانت زيارة قصيرة ولكن نتطلع بأن تكون الزيارات القادمة أطول حتى نستطيع أن نوفر لها حفاوة الاستقبال بالشكل الذي يليق بعلاقة نعتز ونثمنها كثيرا تطورت خلال السنوات الماضية إلى علاقة استراتيجية بالمفهوم الشامل لهذه الكلمة على أسس من العلاقة التاريخية الممتدة فيما بين مصر وفرنسا، والاهتمام ووجود إرادة سياسية قوية على مستوى القيادتين وعلى مستوى الحكومتين لتطوير هذه العلاقة وأخذها إلى أفاق أرحب من التعاون في إطار المصالح المشتركة وفي إطار الاحترام المتبادل والرغبة في تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة بشكل يحقق مصالح الطرفين. الوزيرة تشرفت صباح اليوم بلقاء السيد الرئيس، كان لقاء مطول تم خلاله تباحث حول العلاقات الثنائية وهي متشعبة وعميقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية. أيضا عقدنا اجتماع منفرد مع معالي الوزيرة وثم موسع مع الوفود، تناولنا أيضا بقدر أكبر من التفاصيل العلاقات الثنائية، أوجه التعاون خاصة التعاون التجاري والاقتصادي والوجود مجالات لتوسعة هذه العلاقات وزيادة حجمها بما يتناسب مع العلاقة الاستراتيجية والمصالح المشتركة. تناولنا أيضا القضايا الإقليمية، قضية الشرق الأوسط، القضية الفلسطينية، الأوضاع في ليبيا، وانتهز هذه الفرصة لأعرب عن التعازي إلى الشعب الليبي الشقيق وأيضا لأسر المصريين في ليبيا اللي تعرضوا للسيول المدمرة، وبالتأكيد أيضا لأشقائنا في المملكة المغربية إثر الزلزال اللي ضرب منطقة جبال الأطلس. لكن عودة إلى الموضوعات التي تناولناها، فأيضا الأوضاع في الساحل والصحراء وتطوراتها، الأوضاع في سوريا في العراق، التطورات الخاصة بنتائج الاجتماعات الجي 20 الأخيرة، وهناك كثير من التوافق في الرؤى فيما بين الجانبين على استمرار التنسيق والتعاون لإيجاد حلول للمشكلات المزمنة والتوصل إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة لاتصالها المباشر بالأمن والاستقرار في أوروبا عبر المتوسط. انتمائنا المشترك للمتوسط هو أيضا من العناصر اللي بتعزز من العلاقات المصرية الفرنسية، والعلاقة على مستوى الثقافة فيما بين البلدين سواء من خلال الاهتمام الكبير لفرنسا بالحضارة الفرعونية، اهتمام مصر بالثقافة الفرنسية ووجود مراكز التعليم الفرنسية في مصر، كلها روابط نعمل على تعزيزها وتنميتها. سوف نستمر في مشاوراتنا واتصالاتنا، ونتطلع لزيارة قريبة لفخامة الرئيس ماكرون لمصر لاستمرار وتيرة الاتصالات على كافة المستويات، وهي تعطي زخما وتدفع بمزيد من التعاون واستكشاف المجالات التي تخدم مصلحة البلدين.
مرة أخرى برحب بمعالي الوزيرة، وإن شاء الله يكون إقامتها إقامة مريحة في مصر، ونتطلع إلى فرصة قادمة ربما قريبة عندما نشارك في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. تفضل. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et cher Samé, merci de votre accueil, merci aussi de votre invitation, puisque je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes, je crois, le premier ministre non européen que j'avais vu. برلين في مدن كثيرة في العالم، ولكننا لم نلتقي بعد في القاهرة، وبالتالي أنا سعيدة جدا لوجودي هنا اليوم في هذا البلد الجميل والهام جدا لفرنسا ولتوازنات المنطقة. أود كذلك بداية أن أشكركم وأشكر سيادة الرئيس على استقباله لي، أشكركم على ضيافتكم السخية، أعرف أن هذه هي تقاليد الشعب المصري، وأنا سعيدة بتمتعي بهذه الضيافة اليوم، وأنا حقا متأثرة جدا لاستقبالكم للفرنسيين دوما في مصر، وهذا يبين على صداقتي العميقة. لقد شرف الرئيس واستقبلني صباح اليوم، وسيادة الرئيس كان التقى بالرئيس ماكرون منذ بضعة أيام في نيودلهي على هامش قمة الجي 20، كنت أيضا تشرفت بلقاء سيادة الرئيس في باريس على هامش قمة من أجل ميثاق تمويلي جديد في يونيو الماضي، وشرفنا سيادة الرئيس بحضوره ومشاركته النشطة والتي كانت موضع تقدير في إحدى الطاولات المستديرة التي كنت أنا ميسرة لها، ولقد أشدت بسيادة الرئيس ومشاركته بحركة إعادة تأسيس العلاقات الدولية وضرورة الاستمرار في العمل للحد من الانقسامات بين الشمال والجنوب، حتى لو أن هذه التسمية ربما ليست مناسبة تماما، ولكن أيضا العمل الذي يقوم به في مجال المناخ، وهذا كان من مواضيع مؤتمر باريس، وبشكل عام التنمية وكذلك الوصول إلى التمويلات الدولية عن طريق المؤسسات التمويلية الدولية أو التمويل من القطاع الخاص. مصر بلد هام لفرنسا ولكل شركائنا الأوروبيين، أنتم شريك تاريخي واستراتيجي وشريك لنا به كل الثقة، وأود أن أذكر بذلك اليوم في هذه الزيارة المتواضعة والقصيرة، ولكني أعدكم بأن أعود لأني فهمت أنكم دعوتمونا لافتتاح المتحف المصري الكبير قريبا، وسوف تكون هذه فرصة لا تفوت لأعود مرة أخرى وأعزز هذه العلاقة التي تجمعنا على كل الأصعدة السياسية الاقتصادية الثقافية. أولا المواضيع الثنائية، يمكن أن نعمل معا أيضا ليس فقط لخير بلدينا، ولكن أيضا ربما لتستفيد المنطقة من ذلك. مصر في قلب المتوسط، هذا أمر بديهي ولا حاجة لأن نذكر بذلك، لأن هذه هي الجغرافيا، أنتم على ملتقى إفريقيا والشرق الأوسط، وهذا مكان جغرافي وجيواستراتيجي لا يمكن لأحد أن ينازعكم عليه. مصر هي في بيئة معقدة ولم تتحسن في السنوات الأخيرة، هذا يمكننا أن نصف ذلك بكلام دبلوماسي، ولكن من الهام جدا أن نتمكن من الاعتماد على بلد هو قوة إقليمية وقوة حوار واعتدال وقوة تسعى إلى الحلول كما نفعل نحن، وبالتالي أود أن أشيد بالدور الذي تلعبه مصر من أجل السلام. تناولنا أيضا
المسائل الإقليمية الملحة، عملية السلام التي من الصعب أن نستمر في تسميته كذلك، والقضية الصعبة أوضاع في دول الشرق الأوسط، التطورات الحالية، مؤتمر بغداد في نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني، بغداد 3، ودولة الوزير فرنسا ستبقى شريكا لكم، شريك يريد المساهمة في فضاء التعاون هذا الذي يجب علينا أن نبنيه لتتمكن المنطقة من التقدم والعودة إلى الاستقرار. هناك الكثير من التحديات ولكننا سنواجهها معا. هناك أيضا تحديات أخرى وتوترات أخرى غير تلك التي ذكرتها بسرعة. لقد تكلمنا مع سيادة الرئيس ومعكم معالي الوزير عن الحرب في أوكرانيا وتبعاتها، وأيضا تبعات هذه الحرب وأثارها على دول العالم بأسره. قبل كل شيء، هذه حرب اختارتها دولة عظمى، عضو دائم العضوية في مجلس الأمن، وبالتالي مفروض عليه ليس فقط احترام ميثاق الأمم المتحدة ولكن السهر على أن تحترم كل الدول الأخرى ميثاق الأمم المتحدة، ولكن هذه الدولة قررت أن تعتدي على جارتها وأن تشن حرب بدون مبرر وبدون استفزاز وباستخدام أسلحة يدينها القانون الدولي وتدينها الأخلاق. الأمر يتعلق بوجود أوكرانيا كدولة مستقلة ذات سيادة، سيدة مصيرها، سيدة خياراتها وسيدة تحالفاتها، ولكن الأمر حتى يتجاوز ذلك بكثير. فالمبادئ الأساسية للمجتمع الدولي التي تسمح لنا بالعيش باستقرار نسبي لا يجب أن تنتهك، ولا يجب أن يكافئ معتدي انتهك كل مبادئ النظام الدولي وكل أسس النظام الدولي، وكلنا معنيون بهذا الموضوع طبعا إضافة إلى القارة الأوروبية. أمننا سوف يتوقف على نتيجة هذه الحرب، ونحن نتضرر لأن الأمر يتعلق بالمبادئ التي تسمح لنا بالعيش معا. وفي المدى القصير معالي الوزير، طبعا هناك النتائج السلبية على كل دول العالم لحرب العدوان هذه التي شنتها روسيا. هذه النتائج نشعر بها جميعا، ارتفاع الأسعار، صعوبات في واردات الطاقة، تقلب أسعار الطاقة، انعدام الأمن الغذائي، وبلدكم يعرف ذلك لأنكم تضررتم بسبب تزايد انعدام الأمن الغذائي. معالي الوزير، نحن والاتحاد الأوروبي كنا حاضرين وكنا إلى جانبكم لتوفير السلع التي تحتاجون إليها. لقد ضعفنا على سبيل المثال صادراتنا من القمح، وبدأنا مع الاتحاد الأوروبي بتنفيذ برنامج لتجديد أهراءات تخزين القمح لتحسين الوضع، ولكن أعتقد أنه علينا أن نؤكد على أن مصلحتنا نحن الاثنين هي أن نطلب من روسيا أن توقف هذه الحرب التي تعاني منها المنطقة وكل دول العالم. هذه حرب لا مبرر لها ويجب أن تتوقف، وأغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة طلبت ذلك من روسيا عدة مرات، ونحن طلبنا منها ذلك. نحن نريد أن نبقى أوفياء لأصدقائنا معالي الوزير، وفرنسا كانت دوما إلى جانبكم وستبقى إلى جانبكم، وأود أن أشكركم لأنكم كنتم إلى جانبنا أيضا، أنتم كصديق وفي عندما احتاجت فرنسا للغاز. أتكلم بشكل عملي جدا وصادق جدا. العام الماضي احتجنا إلى غاز ومصر استجابت لطلبنا وساعدتنا عندما كنا بحاجة لها.
ونحن إلى جانبكم في هذه الصعوبات التي آمل أن تكون مؤقتة والتي يجب أن نعالج أسبابها، وإلا سوف نبقى نركض خلف النتائج. تكلمنا عن العلاقات الثنائية وأود أن أتطرق إليها بكلمة قصيرة. إيجابية هذه الأزمة، أكثر إيجابية من هذه الأزمات التي تحدثنا عنها. علاقاتنا الثنائية ممتازة على الصعيد السياسي وتكثفت وتطورت في السنوات الأخيرة. هي ممتازة أيضا على الصعيد الاقتصادي، فالعديد من شركاتنا يعمل في مصر. هناك مجالات تتميز بها الشركات الفرنسية تقليديا وهي معروفة، المترو، قطار الأنفاق. وذكرت فريقي معالي الوزير بالأمس أني قديمة في هذه المهنة، لدرجة أني أتذكر زيارة الرئيس شيراك أعتقد عام 1998، ربما حيث جئنا لتدشين مترو القاهرة. طبعا لا يزال هناك الخط السادس بحاجة لأن يستكمل، ولكن طبعا هناك أيضا خبرات فرنسية في مجالات أخرى، انتقال الطاقة، المدينة المستدامة، الطاقات المتجددة والبديلة إلى آخره، وكل ما تحتاجون إليه. وصباح اليوم أشدت بالتعاون والعلاقات التي تتجاوز السياسة والاقتصاد، أي العلاقات الثقافية، اللغة، التعليم، الشباب. زرت مدرسة متميزة تعلم الشبان والشابات المصريين باللغة الفرنسية، ربما للتفكير والتأمل والتعلم لمواجهة تحديات العالم. تعرفون كم أن الفرنسيين حريصون، أو بالأحرى معجبون. تعرفون الإعجاب الذي يكنه الفرنسيون للثقافة المصرية والفرعونية. معرض رمسيس في لافيلات يلقى نجاحا متميزا في باريس. وإذن حوار الثقافات هذا يقرب بيننا، وكذلك الفرنكوفونية. وسنكون سعداء جدا باستقبالكم في باريس السنة المقبلة بمناسبة القمة. وأخيرا أود أن أذكر بحرص بلادنا على القيم العالمية. تكلمنا عن هذا الموضوع ونحن نتكلم عنه دائما، وما ندافع عنه هو ليس ما ندافع عنه ليس ما يسمى بقيم غربية، ولكننا ندافع عن قيم عالمية، تطلعات يتقاسمها كل البشر، مساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. وهذه قضية من القضايا الكبرى لولاية الرئيس، أو التساوي في الكرامة بين كل البشر. تكلمنا عن هذه الديناميكية وعن هذه الجدلية القائمة منذ بداية السياسة وتنظيم الحضاري بمعنى أرسطو لهذه المفاهيم، بين التعبير السياسي للجسم الاجتماعي وتطلعاته أيضا. هذه ديناميكية مستمرة وهذه حركة مستمرة. وأشكركم على هذا الحوار الودي والواثق حول هذا الموضوع. وعلنا أود أن أحيي الخطوات التي قامت بها مصر عن طريق الاستراتيجية الوطنية والحوار الوطني. وكما قلتم معالي الوزير، هذه فضاءات أولى للحوار، ومن شأنها أن تسمح بتطوير ممارسات تسمح لكم بالتقدم. وأعرف أن الدرب طويل، وقلت وكما قلت تماما للرئيس السيسي، نتذكر أن فرنسا احتاجت، أو القارة الأوروبية احتاجت لفترة طويلة جدا، عدة قرون، لنسير على هذا الدرب ونصل إلى ما وصلنا إليه اليوم. دولة ليست مثالية. إذا طلبتم رأي الفرنسيين سيقولون لكم أن هذه الدولة ليست مثالية، ولكن دولة ديمقراطية يعبر فيها المواطن عن رأيه وعن شكل الدولة التي يريدها. وأعتقد أنه علينا أن نراهن إيجابيا على المستقبل،
وأن نرى أن أشكال تأييد أو أشكال التعبير السياسي هي التي تسمح بقوة بلد وقوته على المقاومة والصمود وكذلك التنمية الاقتصادية، ونشجعكم في هذا الاتجاه. ومرة أخرى أود أن أحيي الجهود التي بذلتها مصر بفضل هذه الآليات الجديدة. معالي الوزير، شكرا على استقبالكم، شكرا على السهر على تغذية هذه العلاقات القوية مع فرنسا كما نفعل نحن من جانبنا. هذه علاقة متميزة فريدة من نوعها، وصدقوني من جانبنا هي متميزة، ونريد أن نفعل أكثر مع مصر. وشكرا لكم. شكرا جزيلا. سنفتح المجال لسؤالين لكل جانب. نبدأ بالأسئلة الموجهة، السؤال الموجه مع الوزير سامح شكري. أستاذ محمد مصطفى تفضل، من وكالة أنباء الشرق الأوسط. مساء الخير سيادة الوزير. تحياتي لحضرتك. تواجه مصر كغيرها من دول العالم النامية فندم تحديات اقتصادية ناجمة عن الأزمة الاقتصادية الحالية، وفي دول العلاقات الاستراتيجية اللي بتربط بين مصر وفرنسا، هل لك أن تطلعنا سيادتك على ما إذا كانت المناقشات مع الوزيرة الفرنسية تناولت سبل تقديم الدعم لمصر لتجاوز الصعوبات الحالية، سواء من خلال مبادلة الديون أو إقامة مشروعات تنموية تخفف شوية من العبء على الموازنة على سبيل المثال؟ وأيضا لو سمحت لي، ما الدور الذي يمكن أن تقوم به فرنسا باعتبارها صديقة لمصر لدعم الموقف المصري لدى مؤسسات التمويل الدولية؟ شكرا يا فندم. بالتأكيد أن العلاقة الخاصة اللي بتربط بين البلدين والرغبة المشتركة في تدعيم الاستقرار وإدراك التداعيات اللي تولدت عن سنوات الكوفيد والحرب الأوكرانية وتأثيرها على المناخ الاقتصادي الدولي، يحتم أن يكون هذا الموضوع من الموضوعات الرئيسية اللي تناولتها مع الوزيرة خلال لقاء مع سيادة الرئيس، وأيضا تولناها بكثير من التفصيل. العلاقة الاقتصادية والتجارية مع فرنسا هي علاقة مميزة. حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر حجم كبير، عمل الشركات الفرنسية في تدعيم البنية الأساسية وتدعيم جهود مصر التنموية معروفة. الحزمة الاقتصادية المتوفرة من فرنسا لمصر، ولكن أيضا الاقتناع الفرنسي والاجتماع الذي عقد في باريس منذ أشهر كان بغرض تناول قضية الضغوط الاقتصادية الواقعة على كثير من الدول وكيفية الخروج من هذه الأزمة من خلال الآليات القائمة ومن خلال إيجاد وسائل مستحدثة، من ضمن ذلك تخفيف الديون، مبادلة الديون، إصلاح عمل المؤسسات الائتمانية الدولية. بالتأكيد أن فرنسا بما لديها من صلة بكل هذه الدوائر تستطيع أن تحفز على مزيد من الإجراءات سواء الثنائية أو من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي أو في إطار وجودها في المؤسسات الائتمانية الدولية لتسكية هذه الحلول. هناك مجالات عديدة نستطيع من خلالها التعاون مع فرنسا لتدارك الأزمة الاقتصادية الحالية، وسيظل الحوار قائم، ونتطلع إلى زيارة وزير المالية الفرنسي خلال فترة وجيزة لاستمرار الحديث وإيجاد الوسائل اللي تعزز من قدرات مصر الاقتصادية وتعاونها على مواجهة التحديات الراهنة. فهي علاقة خاصة، وبالتالي دائما الطموح يكون كبير، ونحن طموحنا كبير، ونعلم أن قدرات فرنسا كبيرة أيضا، فالأمرين يسهل تحقيق الأهداف اللي نسعى إليها. سؤال معالي وزيرة خارجية فرنسا، هل في حد طالب سؤال؟ Monsieur le ministre, si vous permettez, je
complète votre réponse. Non, pas pour vous corriger, cher Samé, surtout pas, mais pour compléter, puisque vous évoquiez mon pays, monsieur, et je veux tout à fait vous confirmer ce que dit. لأنك تكلمت عن بلدي في سؤالك سيدي, وأود أن أؤكد تماما على ما قاله معالي الوزير فرنسا, تم أخذا في الاعتبار الظروف الاقتصادية الخاصة والصعبة لمصر اليوم. مستعد فرنسا, مستعدة تماما لمرافقة مصر في حوارها مع المؤسسات الدولية ومساعدتها إن كان هذا ممكنا, وأيضا لنجد معا أجوبة على إثر قمة باريس من أجل ميثاق تمويلي جديد, وكذلك قمة الجي 20 لإيجاد أجوبة أفضل لمعالجة مشكلة الديون ولوصول للتمويل الدولي الخاص والعام بشكل أسهل. ونحن أيضا نريد أن نعمل أيضا لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر, لأن القطاع الخاص له دور يلعبه, لأن تنويع الاقتصاد سيكون مصدر ثروة لفرنسا, ونحن مستعدون لنلعب دورنا كاملا. تفضلي حضرتك. RTS. Bonjour Alice Moreno de la radio. صباح صباح الخير, أليس موغينو من راديو RTS. سمعنا مساء اليوم بإطلاق سراح ستيفان جوليان في النيجر, ونحن نعرف أن العلاقات متوترة بين فرنسا والنيجر. هل يمكن أن تعطينا تفاصيل حول ظروف إطلاق سراحه؟ هل كان يعتبر كرهينة؟ علمتم بهذا النبأ صباح اليوم؟ نعم, نؤكد ذلك, أنا كنت علمت بذلك مساء أمس. تم توقيفه لأسباب كنا اعترضنا عليها, وهذه الأسباب لم تكن صحيحة حتى برأي أولئك الذين أوقفوه, وبالتالي أطلق سراحه سريعا بعد أن طالبنا رسميا بإطلاق سراحه فورا. هذا شيء جيد, ولن أقول أكثر من ذلك, وما من مجال لنقول أكثر من ذلك في هذا الموضوع. أحمد جمعة اليوم السابع. أحمد جمعة اليوم السابع. شكرا جزيلا يا فندم. أحمد جمعة, المحرر الدبلوماسي في صحيفة اليوم السابع المصري. في إطار نتائج اجتماعات وزراء خارجية دول جوار السودان في تشاد, وما تم رفعه للقيادات الدول, قيادات دول جوار السودان بخصوص خطة العمل, ما هي آخر مستجدات تنفيذ تلك الخطة؟ وما هو التحرك الذي نتوقعه من دول جوار السودان خلال الفترة المقبلة؟ وأخيرا, ما مدى التوافق المصري الفرنسي حول سبل حل الأزمة السودانية؟ شكرا جزيلا. الآلية دول الجوار, سواء عندما انعقدت على مستوى القمة أو عندما انعقدت في عاصمة التشادية الجميلة, هو إطار مهم للأثار المباشرة التي تقع على هذه الدول من ناحية, ومن ناحية أخرى لاتصال هذه الدول على المستوى السياسي وعلى مستوى الشعوب مع السودان, وهذه الصلات تعزز من قدرتها على التواصل مع كافة مكونات الشعب السوداني الشقيق والوصول إلى الحلول. فيما يتعلق بالرؤية, أتصور أنها مشتركة فيما بين مصر وفرنسا حول أهمية وقف إطلاق النار, أهمية وجود الكوريدورات الإنسانية للتعامل مع الضحايا الصراع المسلح, إطلاق الحوار الوطني على كافة مكونات الشعب السوداني, المكون المدني وبقية الأطراف السياسية, الوضع خريطة طريق للمستقبل تؤدي إلى استقرار السودان وتؤدي إلى حكم دستوري يخرج السودان من أزمته الراهنة. دول الجوار وضعت خريطة الطريق, كانت مطلعة عليها من قبل السادة القادة لاعتمادها, ومن المقرر تنفيذا لمخرجات الاجتماع في نجمينة أن يجتمع الوزراء على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة لوضع الآليات التنفيذية الخاصة بخريطة الطريق. هذا الاجتماع سوف يكون اجتماع مهم للتنسيق فيما بين الدول على أساس تحقيق هذه الأهداف المتوافق عليها من قبل المجتمع الدولي, وبالتأكيد من أهمية من الأمور الهامة هي
ما أقره آلية دول الجوار من أهمية التنسيق مع الآليات الأخرى والعمل المنسق فيما بينها حتى تأتي بالهدف المرجو، فسواء كانت دول الجوار أو منصة جدة أو العمل اللي يطلع به مجموعة الإيجاد، كلها لابد أن تتكامل ولكل منها قدرة في نطاق معين لها ميزة نسبية في التعامل مع القضية وتستطيع أن تسهم لتحقيق الهدف المشترك فيما بيننا. نأخذ سؤال أخير لزيكو. Bonjour madame la ministre Justine. صباح الخير معالي الوزيرة. جوستين بابا لصحيفة ليزيكو. منذ بداية الحرب في أوكرانيا تمكنت مصر من استبدال مورداتها من القمح الأوكراني بقمح روسي بأسعار أقل، وإن تعليق روسيا العمل باتفاق البحر الأسود ربما ليس من أولوية الأولويات لمصر، ولكن أعتقد أن هذا كان من موضوع المواضيع التي نقشت ثنائيا. ماذا تنتظر فرنسا؟ ما هو المجهود التي تنتظره فرنسا من مصر ربما للاتصال بروسيا ولتحفيز روسيا على إعادة تفعيل هذا الاتفاق لتصدير الحبوب؟ سيدتي، أولا يجب أن نلاحظ أن مصر ليست مسؤولة عن تعليق العمل بهذا الاتفاق، روسيا هي المسؤولة عن تعليق العمل بهذا الاتفاق، وأشير إلى أن مصر هي من الدول التي تعاني من تعليق العمل بهذا الاتفاق وتعاني من حرب روسيا في أوكرانيا كما حاولت أن أفسر، ولكن يجب أن نفهم أنه إضافة إلى مصير أوكرانيا واستقرار وسلامة القارة الأوروبية، ما هو على المحك في هذا النظام الذي نحتاج إليه جميعا، ما هو على المحك هو سلاح تستخدمه روسيا بكل وقاحة بحق الدول التي تحتاج إلى سلع ومواد أساسية آتية من أوكرانيا وروسيا، وتحرمهم روسيا منها بتعليقها لهذا الاتفاق وقبل كل شيء بسبب هذه الحرب التي شنتها. إذن نحن لا ننتظر من مصر سوى أن تتمكن من إيجاد شركاء مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا ودول أخرى. أنا مقتنعة بأن هناك دول أخرى مستعدة لمساعدة مصر على الخروج من هذه الصعوبة، وهي ليست مسؤولة عنها بأي شكل من الأشكال، ولكنها ضحية جانبية كالعديد من الدول، وهذا أيضا ما حاولت أن أفسره لاحقا سابقا، لأني قلت أن عندنا مصالح مشتركة أيا كانت بلداننا قاراتنا. الجمعية العامة المتحدة طلبت عدة مرات من روسيا بأغلبيات ساحقة أن توقف هذه الحرب وتسحب قواتها من أوكرانيا وتحترم سيادة واستقرار واستقلال وسلامة أراضي أوكرانيا. سؤالك لما ما كان يمكن أن يطرح لو لم تشن روسيا هذه الحرب؟ وشكرا. إذا سمحت لي مع الوزير، مصر من إذا لم تكن أكبر مستورد للأقماح وللذرة في العالم، نحن نستورد 10 مليون طن من القمح والذرة، وكان نعتمد اعتماد كبير بالنسبة للسلعتين على أوكرانيا وروسيا في ذات الوقت، بالإضافة إلى زيوت الطعام ومواد غذائية أخرى كنا نعتمد فيها بالأساس على أوكرانيا. بالتأكيد أن احتياجات الشعب المصري لابد أن يتم توفيرها من أي مصدر متاح، ونشكر فرنسا على ما وفرته من أيضا شحنات من القمح، ونحن نتعامل في سوق تجاري ويتم التعاقد وفقا للأسعار العالمية، ويعني حتى الآن لا أستطيع أن أقول أننا حظينا بأي معاملات تفضيلية من أي جهة، ولكن بالتأكيد لابد من إيجاد
الاحتياجات الشعب المصري، ونسعى لتوسيع رقعة الاستيراد لدول تستطيع أن توفي بهذه الاحتياجات. في نفس الوقت نحن رحبنا بالاتفاق الذي عقد من خلال الأمم المتحدة وبدعم من تركيا لإيجاد ممر لخروج المواد الغذائية الأوكرانية من البحر الأسود. كنا نتطلع أن يوفي هذه المنظومة باحتياجاتنا أو جزء منها، للأسف أتى بجزء ضئيل جدا جدا لا يوفي إطلاقا بالاحتياجات المصرية، ونأمل أن يعود، لأننا نأمل أيضا أن نصل إلى نهاية لهذه الحرب وهذا الصراع لأثاره على كثير من شعوب العالم، خاصة الشعوب النامية. مصر تطلع بدورها في تعزيز كل الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة. مصر عضو في مجموعة الاتصال العربية التي زارت كل من روسيا وأوكرانيا للعمل على إيجاد تسوية سياسية لهذه الأزمة، كما شاركت مصر في مجموعة الاتصال الأفريقية التي تناولت مع الجانب الروسي مع الجانب الأوكراني تداعيات هذا الصراع، وسائل لتخفيف العبء على الدول الأفريقية ومن ضمنها العباء اللي تولدت في إطار الغذاء والطاقة والأسمدة وغيرها من المواد الضرورية لاحتياجات الشعوب، واستمرار جهودها نحو توفير احتياجات شعوبها والتنمية. سوف نظل ننتهج سياسة تسعى إلى حل الصراعات بالوسائل السلمية، تجنب الأثار والاعتماد على العلاقات مع الأصدقاء لإحتواء هذا والتنسيق، سواء في إطار الاحتياجات المادية ولكن أيضا في السعي لتحقيق الاستقرار والسلام وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. شكرا جزيلا.